ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. مكملين مع بعض احداث مسلسل لعبة حب، ولا على طلبكم تعالوا النهارده نشوف مفاجآت قوية جدا وهروب سما من مالك. ملاني فريدة بتتكلم مع سما وبتفكرها بالاتفاق اللي بينهم. قالت لها كمان ان هي عارفة ان هي موجودة دلوقتي مع مالك، وقالت لها برافو عليكي. انكرت سما وقالت ان هي موجودة في فرح واحدة صاحبتها، لكن قالت لها انا عارفة كويس جدا انت بتعملي ايه، وعارفة انك مع مالك. اوعي تتحرجي، خطتنا ماشية مظبوط. تمام، استمري، اهم حاجة انك تتجوزي، وبعد الجواز تمشي تروحي في اي مكان وتعيشي حياتك بقى، اهم حاجه ان الكل يستفاد، وانا طبعا اللي استفدت اكتر واحده فيكم. الاستفاده بقى على قد الذكاء والخبره. عامه استمري في اللي انت بتعمليه ده. لكن طبعا سما كانت متضايقه كتير بسبب الموضوع ده، وانها كذبت على مالك. مالك اصلا ما كانش موجود في البيت، مالك كان رايح علشان خاطر يشتري بعض الحاجات لسما، علشان قالت له ان هي عايزه تعمل الورق بتاع العنب اللي هو بيحبه. فكانت محتارة مش عارفة تعمل ايه في موضوع الاتفاق ده، خاصة ان هي بدأت تحب مالك بالفعل. بيروح بعد كده رامي علشان يسلم على الجدة، جدة سما، وكمان كان رايح علشان خاطر يسألها عن سما، وقال ان هو جاي علشان خاطر يسأل عنها. ساعتها استغربت وقالت هي مش موجودة في الشركة؟ قالوا لي ان هي موجودة هناك. قال اه صح موجودة فعلا، انا بس كنت جاي عشان اطمن عليكم يعني. عامة يعني لو محتاجة أي حاجة أنا ممكن أجيبها لك. قالت له لا يا حبيبي مش محتاجة أي حاجة، يعني بس كنت عايزة أطمن على البنت. قال لها لا هي بخير وكويسة. بعد كده بتيجي أم لين، وكالعادة بتتخانق مع جدة سما، وبيكونوا الاتنين مش طايقين بعض وبيبدأوا يتخانقوا، وكانت جاية أصلا عشان تتفق معاها على الحاجات الخاصة بالفرح. رامي قال إن هو لازم يمشي لأن دي حاجات خاصة، لكن قالت له ست سما اقعد، لازم تحكم بينا احنا الاثنين، احنا الاثنين في مشكله كبيره جدا ولازم تقعد وتحكم بينا علشان خاطر ما نمسكش في خناق بعض. سما بتبكي مش عارفه تعمل ايه، خاصه بعد ما مالك حبها وهي كمان حبته. المفروض دلوقتي ان هي تكمل خطتها، لكن مش قادره تكذب عليه اكتر من كده. مسكت الجاكيت بتاعه وفضلت تبكي وتعيط وتقول يا ترى هعمل ايه. بتبدا بعد كده جدة سما وكمان ام لين ان هما يتفقوا على بعض الحاجات الخاصه بالفرح، ورامي بيحاول ان هو يحكم بينهم، بيحاول يهدي الموقف لانهم كانوا بيتخانقوا كتير، وبيحاول ان هو يحكم بينهم، وكان بينهم طبعا زي صراع كده، فحاول ان هو يهدي الموضوع بينهم. وبعد كده استأذن وراح على الحمام وقال لهم يا ريت بس انتوا الاثنين تلتزموا كده الصمت، وانكم تقعد يعني شويه بس من غير خناق، وراح على طول على جوه. بعد كده مالك بيروح على البيت وبيكون جايب ورد وبيحطه في الفازه، وبيكون مبسوط كتير وبيفضل ينده على سما، ومش بيلاقيها في البيت فبيستغرب، لكن بيلاقي رساله منها بتقول فيها ان هي مش هتقدر تكمل. كانت صدمة قوية جدا لمالك بعد ما لقى الرسالة بتاعت سما اللي بتقوله فيها ان هي مش هتكمل معاه العلاقة دي. ساعتها طبعا كان متضايق ومصدوم. سما كانت واقفة في الشارع، اتصلت بعبده وقالت له يجي عشان ياخدها، وبالفعل راح على طول عشان ياخدها. كانت بتبكي وكانت بتعيط، هداها، خدها في حضنه وهداها وركبها العربية. كانت بتبكي طبعا، فاخدها عشان خاطر يوصلها من المكان اللي كانت واقفة فيه في نص الطريق. مالك كان مصدوم مش عارف ليه سما عملت ده. سما كانت بتبكي في العربية هي كمان، ومالك كمان كان مصدوم، خاصة ان هو حبها فعلا بجد وهي جرحت قلبه، لكن ما يعرفش طبعا اللي فيها. سما هربت منه علشان خاطر موضوع اتفاقها مع فريدة، مش عايزة تكمل الاتفاق ده، عشان كده هربت عشان ما تطولش ولا تتمادى في الموضوع. رامي كان موجود في البيت، وفجأة بيلاقي مالك بيخبط عليه وبيقول ان هو عايز يتكلم معاه في موضوع مهم جدا. اما بالنسبة لزيد ولين كانوا قلقانين جدا على سما، خاصة ان هما عارفوا ان هي جاية دلوقتي وانها منهارة وبتبكي. راحوا على طول استقبلوها وحضنوها، كانت منهارة تماما، ولين اخدتها علشان خاطر تهديها. زيد بيحس فعلا ان هو اللي غلطان وان هو اللي عمل كده في اخته، بيقول كان لازم يعني ما خليهاش تروح المكان ده لانها جت مجروحة جدا من المكان. لين حاولت تهدي سما بعد خلاص ما عرفت كل حاجة، قالت لها ان هي مش عارفة تعمل ايه وان هي بعدت عنه، وطبعا غصب عنها كل ده. فريدة مبسوطة كتير وواقفة في المطبخ بتطبخ، وخلاص سعيدة الخطة بتاعتها كملت على خير، وخلاص المفروض ان سما هتتجوز من مالك وخطتها هتكمل والقصر هيكون بتاعها. سلطان جه وقال لها مش قلتلك ما تتدخليش في الموضوع ده؟ ايه اللي خلاكي تعملي اللي انت عملتيه؟ قالت له ايه عادي، انا مبسوطة كتير، انا لازم خطتي تكمل علشان خاطر القصر، وعشان خاطر بنتنا لما ترجع من السفر تلاقي كمان القصر بتاعنا. ساعتها سلطان كان متضايق منها كتير، قال لها ان خلاص ان هو زهق منها وكفايه قوي معاها 30 سنه، وكفايه كل تصرفاتها اللي كان بيبلعها، وبدا ان هو يحس نفسه ان هو دلدول وتشتوش. عشان كده قال لها خلاص اللي بينا انتهى، خلع لها الدبله ورماها لها. كانت منهاره وبتبكي، قال لها ان هو كمان هيطلعها
ففضلت تعيط. بينما بعد كده بنلاقي ان مالك كان قاعد بيتكلم مع رامي، بيقول له مالك كنت في بيت الجبل حصل حاجه؟ قال له ايوه. سما راحت؟ قال له راحت فين؟ اه قصدك ان كنت واخدها هناك. يعني انتوا بينكم علاقه؟ تحبوا بعض؟ انا برضو توقعت انكم تكونوا سوا. طبعا الكلام ده كان بينزل على رامي زي النار، لانه فعلا كان بيحب سما، وتاكد كمان ان هما كانوا مع بعض، وتاكد كمان ان في بينهم علاقه حب. لكن مالك كان منهار وبيقول ان سما راحت وسابته علشان كده. رامي قال له طب يمكن في ظروفي، او يمكن في حاجه، او يمكن لو حاجه انت عرفتها هتكون متضايق اكتر من روحتها اصلا. طبعا رامي اصلا عارف الخطه كلها، لكن مرضيش طبعا يقول لمالك حاجه. مالك كان مصدوم وبيقول ان هو فتح لها قلبه، لكن للاسف هي جرحته. فريده بتبكي وبتكلم بنتها في السفر وتقول لها رجعي على طول، ابوكي عايز يطلقني وسابني ومشي. رامي مش عارف يعمل ايه، دخل يبكي ويجيب حاجه علشان خاطر مالك يشربها، لكن كان برضو حاسس ان هو مصدوم برضو لانه كان بيحب سماء، لكن بيحاول يتماسك عشان خاطر يقدر ان هو يهدي صاحبه. فراح وفضل يهدي فيه ويكلمه ويقول له اكيد في حاجه ورا الموضوع ده وانك لازم تتكلم معاه، وقال ان هو مش قابل ابدا يتكلم معاها بعد كده، ولا عايز يعرفها كمان، ولا عايزها تكون موجوده في حياته بعد كده. كان مصدوم كتير ومنهار، ورامي بيحاول ان هو يهديه، لكن برضو بعد ما مشي مالك رامي فضل يبكي. سما كانت موجوده عند صاحبتها لين، بتبص من الشباك وشافت مالك. اول ما شافته دخلت على طول، قالت للين ان مالك تحت وانها مش عارفه تعمل ايه وان هي لازم تحكي له كل حاجه. راحت على طول ولبست وجهزت نفسها. اول ما الباب خبط فتحت الباب، شافت زيد اتصدمت. قالت انت؟ قال لها ايوه. انت كنت مستنيه حد؟ قالت له لا. واتاري بقى ان مالك لما شافها من الشباك وهي اول ما شافته هربت منه على طول من الشباك، قال خلاص خساره فيكي اصلا ان انا اجي او اتكلم معاكي، يعني كرامته راحت عليه فمشي على طول. ده طبعا اللي حصل، وان هو مبقاش طايقها اصلا اكتر من كده، لانها كانت بتخبي نفسها من الشباك. مشي هو مصدوم ومجروح منها ومن تصرفاتها، وسما كمان كانت مجروحه. سلطان بيروح لمالك وبيحاول ان هو يكون معاه في الظروف دي، وقال له كمان ان هو خلاص هيطلق فريده وان هما خلاص هيكونوا منفصلين. قال له ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال له كده، انا استحملت كتير جدا ومبقتش قادر استحمل اكتر من كده، تصرفاتها زادت عن حدها. وطبعا ما قالوش على اي حاجه. سما بتتكلم مع لين وبتقول لها ان هي مش عارفه تعمل ايه، وست فريده دي كمان المفروض اللي فيه اتفاق بينهم. فريده بتتصل بيها وتقول لها انت فين؟ انا موجوده تحت البيت، تعالي بسرعه. سما طبعا صدمت وقالت مش عارفه اعمل ايه في الست دي، اكيد هتقولي اكمل الاتفاق وانا مش قادره اكمل الاتفاق ده، ولا قادره كمان ادي لها بقيه الفلوس. نزلت علشان تشوف فريده اللي جت وبتهددها، بتقول لها لازم ترجعي على الشركه ولازم ترجعي شغلك. قالت لها ارجع فين؟ خلاص اللي بينا انتهى، مفيش حاجه بيني وبين مالك. قالت لها لا هيكون فيه، لازم ترجعي، وترجعي كمان كمساعده لمالك، هترجعي الشركه وهتكملي الخطه وهتحاولي تتكلمي معاه وتهديه، الموضوع ده لازم ينتهي والخطه بتاعتي لازم تكمل على اكمل وجه، انا مش هسمح لك ابدا انك تبوظي لي حياتي. انا استحملت كتير جدا، وغبائك ده انا استحملته، الفلوس واخدتيها 50,000 دولار، لو عايزه فعلا انك ما تكمليش الخطه تجيبي لي فلوسي. هددتها، وطبعا سما ما كانتش عارفه تعمل ايه ولا ترد ازاي، لكنها فعلا كانت مصدومه وان هي لازم ترجع على الشركه تاني. سما راحت على طول عند جدتها وفضلت تبكي في حضنها وتقول لها مالك؟ قالت لها مفيش انا بخير. قالت لها لا فيكي حاجه، بتمري بحاجه ومش راضيه انك تقولي. قالت لها لا يا جدتي انا كويسه وبخير، خدتها في حضنها. وبعد كده لين جت قالت لها ايه بالظبط اللي حصل؟ فطبعا شافت جده سما، قالت لها انا اسفه يعني انا بس كنت عايزه اتكلم شويه مع سما. قالت لها خلاص خلاص انا عارفه ان كنتوا مش عايزيني معاكم، في بينكم اسرار، تمام اتكلموا براحتكم. سابتهم وبعد كده مشيت. لين كانت جايه علشان تشوف فريده كانت عايزه ايه بالظبط من سما، قالت لها ان هي عايزاني ارجع تاني على الشغل واكمل في الخطه اللي انا ماشيه فيها. قالت لها ان الست دي زودتها جدا وكل مره كل ما بتتمادى. قالت لها طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه اعمل ايه، لكن لازم اقول كل حاجه فعلا لمالك. قالت لها طيب والفلوس اللي عليكي؟ قالت لها ما اعرفش ممكن اعمل لها الفلوس دي منين بالظبط، لكن المفروض ان انا اقول لمالك على كل حاجه. قالت لها هتقدري، خاصه ان مالك دلوقتي بدا اصلا ان هو يكون كارهك ومش طايق ان هو يشوفك، وخدي بالك ممكن اصلا ما يسمعكيش. لكن سما قررت فعلا ان هي ترجع تاني على الشركه وكمان تكون مساعده لمالك، وتبدا تقرب منه وتقول له ليه هربت وايه اللي حصل بالظبط. سيرين كانت موجودة في البيت وكانت مخنوقة جدا بسبب ان عبده بيعملها المعاملة دي وان هو بعيد عنها كتير. قالت انا عايزة اتصل بيه بس مش عارفة اقول له ايه. بالفعل مسكت التليفون وكلمت عبده وقالت له كلمة واحدة بس، تعالى. ساعتها قال لها طيب تمام حاجي، لمت على نفسها وقالت انا ازاي اقول حاجة زي دي، لكن راح لها على طول عبده. اول ما فتحت الباب قالت انا بعتذر، لكن اخدها في حضنه وكمان بسها. وساعتها
اعترفوا لبعض بحبهم، وطبعا كانوا مع بعض وقضوا الليلة دي كمان مع بعض. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل في فيديو تاني. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، تشتركوا في القناة وتفعلوا كمان زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم.